وينضم إلينا من غازي عنتاب عضو المكتب السياسي للواء السلام هشام سكيف. أهلا بك سيد هشام، بداية برأيك ما هي المعوقات في تطبيق بنود اتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا؟ الله مساءك أخي الكريم لك وللمستمعين الكرام. طبعا الكثير من المعوقات الآن تبرز على السطح بفعل المراوغة الروسية المتعمد الآن. روسيا أرادته فعلا اتفاقا مرحليا تتخلص فيه من كم هائل من الضغط الذي تلقته خلال الفترة الماضية، وخاصة من قبل الجانب التركي الذي نزل بكامل ثقله على الأرض وعزز النقاط وحشد القوات المنطقة المحررة. إذا الروس الآن بدأوا قليلا من المراوغة، علهم يراهنون على بعض الوقت ليستفيدوا من ظروف قد يتوقعها تأتي مواتية. قد يكون الاختلاف او تعميق الهوة ما بين الامريكان والاتراك، قد يكون الاختلاف ما بين الاتراك وال الاوروبيين. لدينا قمة تجمع الرباعية، فرنسا، المانيا، روسيا وتركيا. تحاول روسيا دائما اللعب على هذه الخطوط علها تكسب مزيدا من النقاط. أما الأتراك أخذوا الاتفاق بعين الجدية، بجدية كاملة، واتخذوه كمنطلق للمنطقة الآمنة. هم لديهم قوات في الداخل 12 نعم، وعند نقطة. هذه النقطة سيد هشام، الصحافة التركية اعتبرت الدور التركي هو الأصعب في تنفيذ هذا الاتفاق. أين تتمثل هذه الصعوبة بالنسبة لتركيا؟ الدور التركي هو الأصعب. الكل يشير إلى شيء مبطن، لأن الكثير من المنظمات الإرهابية مثل النصرة تأتمر أحيانا بأوامر إيرانية، وهنا التخوف. كلهم مخترقون من قبل إيران، القاعدة مخترقة من قبل إيران. التخوفات أن تكون هذه التنظيمات حجر عثرة أمام طموحات تركيا التي تقاطعت مع طموحات الشعب السوري الثائر في منطقة آمنة يلجأ إليها الجميع تحضيرا إلى الحل السياسي المرتقب. طبعا هناك مرحلة صعبة الآن بانتظار الإخوة الأتراك والجيش الحر الذي سيكون بإذن نعم، الله وصلت الفكرة. الشوكة التي سوف تقتلع شكرا لك، التطرف من شكرا لك سيد هشام سكيف، نعتذر عن ضيق الوقت، كنت معنا من غازي عنتاب عضو المكتب السياسي للواء السلام.